بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اولا ونشكر قناه النباء الليبيه وكل الاشقاء في ليبيا على تفاعلهم واهتمامهم بالاعتصام هذا وكل ما يحدث في مدينه بندردان، واحنا رانا ناكدوا على اهميه العلاقه الاخوه بين الشعب التونسي والشعب الليبي، واللي نعتبروها معناها المساس بالعلاقه هذه هو خط احمر. بالنسبه فيما يخص الاعتصام، الاعتصام هذا جاء هو بالاساس هو شان تونسي. الاعتصام هذا معناها بدرجة أولى هو شأن تونسي، هو جاء كاحتجاجا على عدم تلبية الدولة التونسية لمطالب مدينة بنقردان، المطالب التنموية اللي ربما الدولة كانت توعد بها منذ سنوات، وكذلك ألقى بدلالة معناها على المعبر الحدودي راس الجير بسبب معناها المعاملة السيئة والمعاملات اللي يتعرض لها والتضييقات اللي يتعرض لها كل يوم المسافر التونسي من الجانب الليبي، خاصة من بعض الأجهزة الأمنية الليبية اللي تستفز واللي معناتها تضايق في المواطنين التونسيين وفي المعبر الحدودي بالجزيرة. طيب، هل حدثت أي أعمال اعتداء أو استفزاز للمواطنين الليبيين المسافرين من وإلى تونس؟ هل لديك معلومات حول هذا الموضوع؟ هذا حديث ربما مش أول مرة نسأل عليه يعني كمعتصمين. أنا نأكد لك خويا الباهي انه مسار حتى مضايقه او حتى اعتداء على اي مسافر ليبي على مستوى الاعتصام، بل بالعكس احنا يوميا في مقر الاعتصام وحريصين على انه تتم معامله الاخوان الليبيين معناها معامله طيبه. وشفت زاد حتى المعتصمين يعني يقدموا في قوارير الماء بارده للمعتصمين للمسافرين الليبيين، ومعناها والمعامله الطيبه والكلمة الباهية والحالات الإنسانية بطبيعة الحال. طيب سيد بشير، يعني الآن الحركة في المعبر بالتحديد هل هو مغلق أم أن توجد حركة في المعبر الآن؟ الحركة ضعيفة جدا الآن في المعبر، فقط يسمح فقط للحالات الإنسانية وسيارات الإسعاف بالمرور، ويسمح كذلك للليبيين العائدين إلى بلدانهم بالعودة إلى وطنهم. تم صحيح بعض معناها الدعوات بمعناها غلق الطريق تماما، ولكن احنا من جهتنا كعقلاء وكنشطاء نحاولوا تهدئة الموقف ونحاولوا نسيطروا ونأطروا المعتصمين حتى تتم الامور معناها وتتواصل في كنف السريه في كنف السلميه والاحترام ما بين الاخوه التونسيين والليبيين. السيد بشير الشويخي الناطق باسم المعتصمين في بنقردان كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.